أهلا بكم. في هذا الفيديو سنرى كيف يمكنك أن تتعلم الكتابة باللغة الإنجليزية من خلال برنامج تشات جي بي تي. أولا سنطلب من البرنامج أن يقوم بتصحيح الأخطاء التي نقترفها أثناء الكتابة بالإنجليزية. سأكتب بالإنجليزية وأنت تقوم بالتصحيح. Sure, I can do that. Please go ahead and write in English. I'll correct any errors if necessary. قال بأنه سيصحح أي أخطاء إن كان ذلك ضروريا. سأبدأ الآن بكتابة جملة بسيطة لكن فيها خطأ إملائي. I'll go with you. طبعا قمت بكتابة well will be well من خطأ بسيط. قام بتصحيح الجملة I'll go with you. يعني هو يمكن أن يصحح الأخطاء الإملائية بكل بساطة. الآن سأقوم بكتابة جملة لكن بصياغة غير صحيحة. I will go tomorrow to school. قال بأنها صحيحة لكن في الوقت هذه الجملة رغم أنها صحيحة grammatically correct لكن عادة نقول I will go to school tomorrow. سأطلب منه أن يكتبها بطريقة أفضل. Can you write it? قام بتغييرها، قال بكتابتها بثلاثة طرق مختلفة. Tomorrow I will go. I'll be going to school. I'm going to school tomorrow. Tomorrow is the day I'll be going to school. يمكن كذلك أن تطلب منه أن يكتب جملة إما بformal English أو informal English. سأقول له أن يعيد كتابة هذه الجملة التي سأكتبها الآن باللغة الإنجليزية العامية informal English. Write this sentence in informal English. قام بتغيير كلمة accompany ب I'll come with you to school. And accompany هي كلمة a little for, it's a formal word. Give me, write it in five different ways. اكتبها بخمسة طرق مختلفة. I go to school with you. Want some company to school? I'm in. Let's go to school together, okay? Mind if I tag along to school with you? Going to school alone is no fun. Want me to join you? قام بإعطائي خمس جمل متقاربة في المعنى لها نفس المعنى تقريبا بلغة إنجليزية informal English يعني إنجليزية عامية. أنا سأكتب جملة. إذا كان لديك مشكل في إيجاد الكلمة الصحيحة مثلا يمكن أن تترك فراغا وهو سيكمل الجملة. إذا لم تكن تعرف كلمة read التي تعني يقرأ اترك الفراغ. I am a book. It seems like you left a blank space in the sentence. Can you please provide me with the missing word or phrase so that so I can assist you better? طلب مني ملء الفراغ لكي يساعدني. لكن أنا أرغب في أن يملأ الفراغ هو. املأ الفراغ بالكلمة الصحيحة. لم يفهم ما طلبت منه. سأعيد طلبي. سأعطيك جملة وأريد منك أن
تكملها. قال بأن هناك عدة كلمات يمكن وضعها في الفراغ ليتم إكمال الجملة بشكل صحيح. reading أن أقرأ، writing أكتب، buying أشتري، borrowing أستعير، opening أفتح. ونحن نريد كلمة reading. سأقوم بفعل نفس الشيء. I am going to the super market to food. To buy. هذا هو ما نريد. أنا سأذهب إلى السوبر ماركت لأشتري الأكل الطعام. أشتري هي كلمة لا أعرفها، نسيتها، لا أستطيع تذكرها. يمكن فقط كتابة ثلاث نقاط ترك فراغ وسيعطيك الكلمة. buy, get, purchase, pick up, shop for، كلها لها نفس المعنى.